السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل خير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني وأخواتي في الله، استكمالا للحملة اللي بدأناها المرة اللي فاتت وهي حملة حتى زرت المقابر، استكمالا مرة تانية وإحنا يا إخواني بنحاول إن إحنا نيجي في أكتر مكان هنفوق فيه، فأكتر مكان هنصحى فيه، فأكتر مكان هنقرب من ربنا سبحانه وتعالى فيه، فأكتر مكان قلوبنا هتستيقظ فيه في المقابر. المكان اللي احنا واقفين فيه ده أكتر مكان السلف خدوا فيه قرارات، أكتر مكان الصالحين خدوا فيه قرارات، أكتر مكان خدوا فيه قرارات. ما جوهم هنا الحسن البصري ما جه في زار القبور رجع لأهله بوجه غير الذي ذهب به، قالوا له مالك؟ قال لهم لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له إلى أن ألقى الله. خلاص خرج من المقابر غير لما دخلها. يا إخواني احنا داخلين المقابر الوقت عشان نتغير، عشان كل واحد مننا قلبه يتغير. إن عليه الصلاة والسلام هنا في المقابر جاء على ركبتيه وقال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. سيدنا عثمان بن عفان كان إذا ذكر القيامة أمامه لم يبكي، فإذا ذكر القبر بكى. ثلاث أيام بكى مرة بعد زيارة قبر، فقال له إذا ذكر القبر تبكي وإذا ذكرت القيامة بأهولها لا تبكي؟ قال إن أمر هذا أوله. الحفرة الرهيبة المهولة دي اللي الواحد لو وقف فيها هتاخد يعني هتاخد معظم الطول بتاعه. إن أمرا هذا أوله، دي بداية الآخرة، لحري بأن يستعد له. وإن أمرا هذا آخره، دي نهاية الدنيا، لحري بأن يزهد فيه. لما كنا في البقيع في العمرة من أيام نصلي الفجر في المسجد النبوي ونطلع ورا جهازة ونطلع نشوف المقابر الشرعية بقى إخواني. الحلقة اللي فاتت احنا صورنا من مقابر اللي هي عموم أهل مصر بيدفنوا فيها، الحلقة دي احنا بنصور من مقابر شرعية، الحلقة احنا بنصور من مقابر من الدفن تحت الأرض زي مقابر البقيع اللي كنا فيها في المدينة المنورة، عشان نبدأ نتعظ بالقبور أكتر، عشان تبدأ قلوبنا تتحرك أكتر. هننزل الوقت بإذن الله جوه القبر وهنتكلم وهنبدأ نشوف لما نيجي نزور المقابر هنفكر ازاي. اخواني واحبابي في الله، انا عايز اقول لكم المقابر اللي انا بصور منها دي بالذات مقابر غالية على قلبنا بالذات. المقابر ديت فيها اخ من اخواني الله يرحمه عماد، الله يرحمه، اخ من اخواني اللي عرفتهم في طريق الدعوة الى الله. كان قبل ما يتوب كان اشهر بيانست في مصر، اشهر عازف بيانو في مصر، عماد الجمل الله يرحمه الوقت مدفون جنبي في المكان اللي انا بصور فيه ده. هو عماد كنت بزوره بعد ما تاب، ويعني سبحان الله العظيم ربنا يعني ليكفر عنه ذنوبه ابتلي بمرض قعد 5 سنين، يعني مرض كان عندنا في الطب اسمه دي اس سكليروزيس، مرض يعني ممكن بيسبب للانسان الام مبرحه. انا فاكر مره زرته قبل ما يموت الله يرحمه، زلزل قلوبنا من الصبر والله حسيبه، زلزل قلوبنا من كامل الايمان اللي كان بيقوله والله حسيبه. انا يعني كان بالنسبه لي زلزال انا قبل الانسان بالمرض ده وبيتكلم بهذه المعاني الايمانيه. انا فاكر يوم جنازة عماد الجمل واحنا جايين هنا هو عشان يدفن الله يرحمه، واصحابه بتوع المعازف كلهم واقفين تاهوا عن الجنازة سبحان الله العظيم لحد ما جه ودفن ومشينا، واحنا رايحين الالام واقفين بره تايهين مش عارفين يخلوا ومش عارفين يمشوا ورا جنازته. هذا الاخ الله يرحمه والله حسيبه، وانا ازكي على الله احدا، لما مات احد اخواننا شافه في رؤية في الجنة وهو له جناحين بيطير وطاير فوق منطلق فوق في درجات الجنة، فقال له احمد انت ايه اللي رفعك كده؟ قال هو بيطير لفوق، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. عماد الله يرحمه يعني احد يعني كان ابنه الله يعني ابنه شاف رؤيا بعد موته انه دخل في قصر كبير كده في الجنه، وفي اخره في عرش وعليه واحد قاعد عليه على راسه تاج حجم جسمه، التاج حجم جسمه، واللبس بتاعه قاعد يغير الالوان بتاعته على طول، اللبس من الابداع بتاعه قاعد يغير
ألوانه. فناداله طلع أبوه فناداله قال له يا بني قل لا إله إلا الله، واستيقظ ابنه النوم أو انتهت الرؤية على هذا. إخواني لا المقبرة اللي أنا واقف فيها دي يعني فيها بعض إخواني اللي يعني عشنا مع بعض طريق الدعوة إلى الله وصاحبنا بعض في طريق الدعوة إلى الله، واختاروا إن هم يدفنوا في مقابر شرعية رغم إن معظم المقابر الموجودة حوالينا أو كلها مقابر يعني إيه مش غير شرعية أو على غير ترتيب الشرع من زي مقابر البقيع، ولكن هنا في مقابر شرعية جينا نصور منها الحلقة دي عشان يفوق إخواني. في ناس بتدخل هنا والله ما يتعمل لها ميتم، يتعمل لها فرح. في ناس بتدخل المقابر، أنا كنت لسه امبارح بعزي أب لأخ من إخواننا استشهد في سوريا من عدة أيام، استشهد وهو بيقاتل في سبيل الله بإذن الله والله حسيبه من عدة أيام. أنا بقى داخل على إخواني امبارح وأنا داخل عزي والده بقول لهم عقبالنا يا جماعة، أولنا ده شرف لنا كلنا، احنا كلنا رافعين راسنا بسبب اخونا اللي اثبت ان ربنا اغلى حاجة في عنده في حياته عمليا والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا. عارفين يا جماعة الشيخ كشك الله يرحمه، عارفين مات ازاي الشيخ كشك؟ الكل هيقول مات يوم الجمعة، مات سيد. عارفين مات ازاي بالتفصيل؟ جه يوم الخميس وقال لابنه يا ابني انت النبي عليه الصلاة والسلام مات وعنده كم سنة؟ قال له 63 سنة. قال له الحمد لله انا النهاردة تميت 63 سنة، الفجر صلى الفجر وقعد جلسة الضحى لحد ما الشمس طلعت اللي اجاب اجر حجة وعمرة، وبعد كده نادى زوجته قال لها انا شفت الليلة النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤية، النبي عليه الصلاة والسلام وكان جنبه سيدنا عمر بن الخطاب، والنبي امرني ان انا اسلم على سيدنا عمر، سلمت على سيدنا عمر وسقطت ميتا ما بين النبي وعمر، النبي عليه الصلاة والسلام غسلني بايديه. زوجته من الكلام بتاع الغسل وانه مات قلت له انت بتحكي لي الحلم الوحش ده ليه؟ قال له مين قال لك ان الحلم ده وحش؟ ومين قال لك ان انا ما اتمناش ان انا اموت الموتى ده اهي؟ مين قال لك ان انا لا اتمنى ان اموت هذه الموتى؟ سبحان الله العظيم. قام عشان ياخد غسل الجمعه، خد غسل الجمعه عشان ينزل للمسجد بدري، خرج من الحمام وقف سجدت الصلاه يصلي ركعتين خفيفتين قبل نزول للمسجد، وهو بيصلي نازل الركعه الاولى نازل السجد الأولى مات الله يرحمه. الموتة دي يتعمل لها ميتم ولا يتعمل لها فرح؟ الموتة دي يتعمل لها ميتم ولا فرح؟ إخواني في الله احنا في مكان مهيب، في مكان رهيب، فأكتر مكان السلف خدوا فيه قرارات في حياتهم، فأكتر مكان الصالحين خدوا فيه قرارات في حياتهم، زي ما قلت لكم يا إخواني من السماك لما كان على دفن داود الطائي فقال له يا داود حبست نفسك قبل أن تحبس، وقبرت نفسك قبل أن تقبر، وعذبت نفسك قبل أن تعذب، والله أظنك اليوم إلا نلت ما تريد. المكان اللي احنا فيه ده زيارته ثواب إيه؟ المكان اللي احنا فيه ده لما قلب حياة ناس خدوا ثواب شكله إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة، يعني ما احنا الوقت كده مرين بقبر، مرين قبور اللي ورانا دي فيها عظام، عظام بشر كانوا لحم ودم زينا. طيب واللي مر الرجل مر بجمجمة، يا ترى يا جماعة لما الرجل نظر للجمجمة عمل ايه وقال ايه؟ عايز اقول لكم الحديث الخطير ده، عايز اقول لكم الحديث العظيم ده، واحنا جوه المقابر واحنا بنتكلم من جوه القبر ده باذن الله سبحانه وتعالى. تعالوا ننزل القبر، تعالوا ننزل القبر كده ونعيش جواه، نبدأ نتدبر كده يوم ما هننزل بقى واحنا ميتين، مش هننزل الوقت واحنا احياء، بنتدبر فيه يا ترى هنعمل ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة، واحد ماشي في المقابر في اي طريق لقى جمجمة مرمية فنظر اليها وقف. يا جماعة لما نشوف المنظر ده، انا واقف في القبر شايفين انا طولي بالنسبة للقبر ايه يعني، ده القبر شعر ده لسه كمان ما هيدخل هنا ميت، الله اعلم مين اللي هيدخل هنا، الله اعلم مين اللي هيدفن هنا، لسه هيتحفر كمان عشان يعني لسه يتحفر وبعد كده يردم عليه وبعد كده يردم كل هذا. مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة فنظر اليها فحدث نفسه بشيء، قاعد يكلم نفسه، قاعد يكلم نفسه، دي كانت لحم ودم، ده كان انسان بيحلم وبيفكر وبيحب وبيكره وعايش وعنده امال وعنده احلام وعنده طموحات زينا. مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة فنظر اليها فحدث نفسه بشيء فقال اللهم انت انت وانا انا. هي دي بقى يا جماعه اللي احنا قلناها المره اللي فاتت،
لما قلنا هنا نظرة للسماء تعرفك من هو الخالق الباقي، ونظرة للأرض تعرفك من هو المخلوق الفاني. فقال اللهم أنت أنت وأنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. ثم غر ساجدا، زيارة مقابر مؤثرة، زيارة مقابر حركت جواحه، زيارة مقابر فجرت الإيمان في قلبه خلته يقف مش معدي كده وخلاص. فقال اللهم أنت أنت وأنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. ثم خر ساجدا فسمع صوتا يقول له أنت أنت وأنا أنا، أنت عواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة، ارفع رأسك. فرفع رأسه فغفر له. يعني يا إخواني زيارة المقابر قلبت حال الناس يا جماعة. يا إخوانا اللي مش هياخد قرار هنا مش هياخد قرار، يا جماعة اللي مش هيفوق هنا مش هيفوق، يا جماعة اللي مش هيتعظ بالمنظر الرهيب اللي هو المشهد النهائي لحياتنا كلنا هنا هو ما هوش هيتعظ. اللي مش هياخد قرار هنا لن يستطيع ان ياخذ قرار. بص المقابر كل دي قبور مقفوله، كل قبور مقفوله على اصحابها، كل دي قبور مقفوله على ناس كانوا احياء. المقبره اللي احنا فيها دي يا اخواني مقبره يعني باذن الله تعالى كلها ناس كانوا عايشين حياتهم عشان الدعوه الى الله، واختاروا انهم يدفنوا بهذه الطريقه الشرعيه. وبره في الاف مؤلفه من المقابر. تعالوا مع بعض يا جماعه، تعالوا مع بعض نحيي سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، سنه زياره القبور. ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ده أمر النبي عليه الصلاة والسلام ليا وليك. تعالوا يا جماعة نطبق شعبة من شعب الإيمان، زيارة القبور شعبة من شعب الإيمان. تعالوا يا جماعة الموت يهزنا ويزلزل قلوبنا، الموت كفى بالموت وعفى. زيارة للقبور أشد أثر على قلبك من ألف درس تسمعه، زيارة للقبور فعلا بتوقظ القلوب. الموت يا جماعة بيفوق. عارفين حديث الرجل اللي عمل كل المعاصي اللي في الدنيا لما يجي يموت، فحتى إذا مات جمع أولاده فقال إذا أنا مت فاحرقوني حتى إذا أفنت النار عظامي أو وصلت النار إلى عظامي بقى خلاص تراب، فاطحنوني خلوني اطحنوا كمان الفحم اللي محترق ده. ثم انتظروا يوما عاصفا فذروني جزءا في اليم وجزءا وجزءا في البر. يعني لحد يوم عاصف طيروا التراب بتاعي مع الهوى. ليه انت بتعمل كده ليه؟ فلئن قدر علي ربي. ياه وهو على مشارف البن ده وبيكلم بقى يا اخوانا، الراجل ده فضل يحصي ربنا طول حياته، بس ساعة ما لقى نفسه على مشارف الموت فاق. فلئن قدر علي ربي لولا نزلت في القبر لا يعذبنني عذبا لا يعذبه احدا من العالمين. الموت بيفوق يا جماعه. اول ما الانسان بيفتكر الموت بيفوق، اول ما الانسان بيعيش مع معنى اللي بيفوق. اوعى تبص للمنظر اللي حوالينا ده ولا القبر ده وتقلقكم ان المكان ده صامت مفيش فيه احداث، المكان ده مليان حياه. المكان ده ربنا بيقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يبقى زيارة، والزيارة دي لما بتزور واحد ده في احداث وبيتكلمه وبيكلمك وبتسأله وبيرد عليك. ربنا بيقول يومئذ يصدر الناس أشتاتا. العلماء قال لك تصدر، هي الناس لما بتطلع من القبر بتصدر. الصدور ده لما واحد بيارد بئر وبعد كده يصدر من عليه. فلما ربنا يقول يصدر يبقى الناس وردت حاجة تحت الأرض، يبقى في أحداث هنا حصل تحت الأرض. يعرف المجرمون بسيماهم. ربنا بيوصف ناس مجرمين طالعين من تحت التراب بيقول يعرفون بسيماهم. الوسم لما كان واحد عنده أنعام زمان في العرب فعايز يعلمها أنعام غيره، فده يكوي الأنعام بتاعته في ودنها، وده يكويها في رجلها، وده يكويها في ديلها. يقوم كل واحد أنعامه تعلم بكي، فيعرف المجرمون بسيماهم. يبقى في ناس والعياذ بالله بتكوى تحت القبور. يا اخواني في الله هنا في حياة حقيقية، هنا في حياة. تعالوا يا جماعة مع بعض، تعالوا نحاول بدل كلمك عن معاني في القبور، تعال نحاول نتعلم مع بعض. لو انت زرت القبر، لو انت زرت المقابر، لو احنا زرنا المقابر هنفكر في ايه؟ هنعيش مع ايه؟ تعالوا كده احنا داخلين الوقت المقابر، انت الوقت داخل المقابر هتفكر في ايه؟ اول حاجة وانت لسه على اول خط في المقابر من بره، اول حاجة تقف معاها اوعى تفتكر انك انت بتخط رجلك في مقابر. انت بتخط في رجلك من عالم لعالم تاني خالص، عالم تاني من عالم لعالم تاني. يا جماعة المكان اللي انا واقف فيه ده عالم تاني خالص، له قوانين تانية. اوعى تفكروا دي الجدران بتاعت القبور اهو، ده الجدار اللي مقفول على
يعني الميتين اللي تحت ربنا في المؤمنين والمؤمنات جميعا يا رب، والمسلمين والمسلمات. ده القبر، اوعى تفتكر ده جدار، ده جدار فاصل ما بين عالمين لا علاقه بينهما. ده المقابر دي عالم تاني خالص. لما بتدخل المقابر بتخدع ثلاث خدعات، نفسك تخدع ثلاث خدعات. الخدعه الاولى ان المكان ساكن، المكان ده ممتلئ بالاحداث. الخدعه الثانيه ان المكان ده متساوي، ما المقابر كلها جنب بعض يا جماعه، الفوق ما بين المدفونين هنا زي الفرق ما بين السماء والارض بالظبط. الخدعه الثالثه اللي نفسك بتخدعك فيها، المكان ده قليل، يعني ده قبور تتعدى على الصوابع يا جماعه، اللي مدفونين هنا اضعاف الاحياء اللي بره. ولما بتدخل هنا تدبر في اللي قاعدين بره دلوقتي بيقتلوا على الدنيا. احد السلف وقف على قبر زي ده والناس بتتدفن فيه. انا نفسي يعني نعرض لكم باذن الله الصور بتاعه البقيع لما كنا في المدينه المنوره والناس بتتدفن قدام عينينا، وكنا يعني بنعمل دوره في التدبر في المقابر بعد الفجر. وقتها سبحان الله وقفنا على قبر كده، افتكرت كلمه احد السلف، والتراب بيتردم 2 متر بيتردموا على البني ادم. افتكرت كلمه احد السلف ووقف على قبر فقال للناس: يا قوم، ان اهل هذه القبور يندمون على ما انتم فيه تقتتلون. اللي الناس بره بيقتلوا بعض عليه، اهل المقابر هنا ندمانين عليه. اهل المقابر هنا ندمانين على اللي الناس بره بتقتل بعض عليه. اللي مش هياخد قرار هنا مش هياخد قرار، اللي مش هيفوق هنا مش هيفوق، اللي لما يزور المقابر مش هيصحى وقلبه مش هيستيقظ. يبقى ده هيصحى امتى؟ ولا قلبه هيستيقظ امتى؟ انا عايزك تتدبر في كل حاجه هنا. انا عايز نتعلم مع بعض ازاي نفرح. تعالوا يا جماعه، ده قبر مقفول اهو، ده قبر تحته ميت اهو. لما تبص للقبر المقفول تفكر في ايه؟ تفكر ايه المنظر ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه: ما رايت منظرا الا والقبر افظع منه. يعني قصده ايه؟ مناظر الحادث اللي على الطريق، الناس اللي تمزقت في حوادث، الناس اللي اتقطعت في الحروب، الناس اللي اكتشفوا موتها بعد ما رايت منظرا الا والقبر افظع منه. افظع منظر على وجه الارض، من بره افظع منظر، ان كان في انسان لحم ودم ودلوقتي لحم متعفن. لما كنا في الكليه بندرس تغيرات الانسان بعد الموت ويقول لك ان بيبدا اول حاجه تتعفن في الجسد الفرج والبطن، الحاجتين اكتر حاجتين الانسان عاش عليهم. ويوصل لك البنت الجميله لما بتموت والرموش بتقع والشعر بيقع والضوافر بتقع اللي كان عليها المنوكير، والجلد بيتقشر اللي كان بيتحط عليه البفان، والشعر اللي كان بيتصبغ ونصه بيقع من تحت الطرحه بيقع، والحواجب اللي كانت بتنمص بتقع، والاسنان الجميله اللي كانت بتضحك بيها مع ده ومع ده ومع ده وتختلط واستجال بتقع. لما كانوا بيصفوا لنا يا جماعه الانسان بيحصل له ايه؟ الانسان بيحصل له ايه بعد ما يموت؟ سبحان الله، ما رايت منظرا الا والقبر افظع منه. افظع منظر على وجه الارض القبر المقفول، منظره من بره فظيع ومنظره من جوه فظيع. الاحداث اللي احنا مش شايفينها فظيعه، احنا مش شايفينها يا جماعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الا تدافعوا، كانش حد هيرضى يدفن حد في الحفره دي، ولا حد كان هيرضى ان كل هيوصل انه ما يدفنش. لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر. ده رسول الله ايه؟ لو سمعنا بس. امال يا رسول الله لو شفنا وعرفنا؟ لا، ده موضوع تاني بقى. النبي عليه الصلاه والسلام لما بيقول: لو تعلمون ما اعلم ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على فرش. شهوات الانسان هتروح منه، الشهوه هتفقد من الانسان. ولا خرجتم من الصعودات تجأرون الى الله، ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله. ده المنظر من جوه يا اخواني، ده منظر القبر المقفول. طب منظر القبر المفتوح، منظر القبر اللي انا واقف فيه ده، منظر القبر اللي لسه صاحبه ما دخلوش، منظر القبر اللي الله اعلم هيتقفل على صاحبه امتى، منظر القبر المفتوح يفكرك بيه. ده بق اسد مفتوح اهو، يا ترى هيلتهي مين؟ يا ترى الكفن بتاع اللي هيتدفن هنا نسج ولا لسه؟ يا ترى اللي هيتدفن هنا عايش ذاكر ولا غافل؟ يا ترى يا جماعه، يا ترى يا اخوانا، وانت بتبص للمنظر ده، ده سكنك، ده بيتنا يا اخوانا. يا جماعة أنا ممكن واحد يدخل على مراته: أنا جبت لك شقة جديدة، أنا جبت لك بيت جديد. معقولة؟ طب على وريني البيت، وكم أوضة والصالة والكوريدور والحمام، حمام ولا اتنين، والتشطيبات والموقع والدور
بكام وفي اسانسير ولا لا، والتقفيل والديكور والجاليري اللي هنحطه والقصه ده هي كلها. سبحان الله العظيم. يعني يا جماعه، يعني كنت مع احد اخواني كده قريبا، فبقول له انت في التليفون، فبيقول لي انا في سكن الجديد، فانا مش واخد بالي، فلما رجع قال لي ده المقبره اللي انا اشتريتها عشان اتدفن فيها. سكن الجديد يا جماعه، ده سكننا يا جماعه، احنا هنسكن هنا. يا ترى انت جاهز تدخل هنا؟ يا ترى انت جاهز تدخلي هنا؟ يا اخوانا دي الحقيقه، يا اخوانا دي المواجهه. ده اللي انا بعمله ده النبي عليه الصلاه والسلام عمله مع الصحابه ياما. اللي انا بعمله ده مش شده ولا شد على الناس، اللي انا بعمله ده النبي عليه الصلاه والسلام عمله مع نفسه ومع الصحابه ياما. النبي عليه الصلاه والسلام بيزور المقابر كل سبت عليه السلام، كان بيزور المقابر. النبي عليه الصلاه والسلام كان يزور المقابر كل يوم، السيده عائشه كل يوم، عشان مش كل سبت، كل سبت البقيع، كل سبت القباء، كل يوم السيده عائشه عليه الصلاه والسلام. يعني النبي كان كل حوالي 9 أيام بيزور المقابر مره، يزور شهداء احد، يزور. النبي عليه الصلاه والسلام يا اخواني في الله يعني كان كثيرا ما يزور المقابر. دي شعبه من شعب الايمان لازم نحييها. القبر المفتوح ده سكنك الجديد. يا ترى فرشتيه؟ يا ترى فرشته؟ يا ترى يا جماعه ده الواحد لو هيدفن هنا بس ومفيش اي حاجه جوه من سؤال ولا حساب ولا عذاب كان يبقى حاجه فظيعه. طب ما بالك ان الواحد هيدفن هنا يا اخواني في الله، والمكان ده ممكن يبقى في حساب وممكن يبقى في عذاب. من الحاجات اللي كثير من الناس ما واخد باله منها، من الحاجات اللي كثير من الناس ما مش منتبه ليها، ان يا جماعه عذاب القبر ده مش للكافر بس، في مسلم ممكن يعذب في قبره لو عمل حاجه تستحق العذاب. ونعيم القبر ده يا جماعه مش لكل المسلمين، ده للي اخذ باسباب نعيم. يا جماعه اللي هنا عايز يدخل امن لازم يعد العده. طب نتدبر في ايه كمان؟ نتدبر في التراب اللي ما بين المقابر وبعضها، نتدبر في التراب اللي كان في يوم من الايام بني ادمين، اللي كان في يوم من الايام واحده زيك وواحد زيك. نتدبر في التراب ده. مره سبحان الله العظيم في عيان من عيادات الاشعه كده، فلقيت اكس راي، يعني اشعه اكس كده، جمجمه شكلها رهيب. ايه ده؟ ده واحده بنت، يعني ممكن تكون شابه وجميله. قلت سبحان الله، لو عملنا اشعه سينيه اشعه اكس الاجمل امراه في العالم. تخيلوا يا جماعه ده منظرها، لو تشال الملامح اللي بره، الروتش اللي بره والجلد اللي بره، ده منظرها، منظر الجمجمه المفزع المرعب ده. يا اخواني في الله، التراب ده كان بني ادمين يا جماعه. يعني كفى بتراب القبور واعظا، كفى بتراب القبور واعظا. كل حاجه هنا بتوعظ. الكفن، لو تدبرنا في الكفن اللي ملفوف حول الميتين، لما عمر بن عبد العزيز كان يقول يا موت سودت الاكفان، الاكفان بيضه لما الاجساد تعفنت سودتها، لما بقى التراب سودتها وخلتها سوداء. الكفن لو اتكلم هيقول انا ماليش جيوب، مفيش جيبه يتحط فيه علبه سجاير، او جيبه يتحط فيه ازازه برفان، او جيبه يتحط فيه موبايل يعني تتصل تطمن بيه على حد او تتونس بيه بحد وانت جوه. لو الكفن اتكلم هيقول انا القماش بتاع غني زي الفقير، الوزير زي الغفير، كل زي بعضه، مفيش يعني مفيش كفن للاغنياء وكفن للفقراء. ماليش ديلات، ماليش الوان، ماليش تصميمات، انا بتاع كل حته قماشه وتلف فيها وخلاص. لما كنا في عرفات، لما كنا العمره اللي فاتت ديت ولابسين لبس الحرم، قلت سبحان الله ده لبس الكفن. انا كأني بقول لربنا اللبس اللي انا بلبسه غصب عيني لما اموت، انا بلبسه الوقت يا رب بارادتي. انا يا رب بلبس اللبس ده وباعلن ان الوقت بقيت من اهل، من اهل الاخره، انا بقيت من طلاب الاخره. لما هتتدبر في الكفن، الكفن لو اتكلم يا جماعه هيقول ايه؟ هيشهد على ايه؟ يا اخواني لا، كل حاجه هنا بتنطق، كل حاجه هنا بتوعظ، كل حاجة هنا بتوعظ. انا عايزك تدبر في قبور اللي انت عارفهم، في قبور الناس اللي انت عارفهم، الغني اللي مات، الفقير اللي مات. كان احد اخواني واتصل بيا فجأة، انا عمي مات، تعالى بسرعة اشوفه هو مات ولا لا، برمي جثة. فروحت عشان اشوف بسرعة واشوف جهاز الضغط وسماعة واكشف عليه اشوفه مات ولا لا. رحت يا اخواني عشان اشوف، لقيت عمه مات. عمه ده كان تاجر لا يصلي، قد يكون لا علاقة له بين لا صلاة ولا زكاة، ويعني يعني والعياذ بالله. سبحان الله العظيم، يعني انا شوف منظره وهو ميت كده، كيس العصير جنبه، كان قاعد ياكل ساعتها وكان بيفطر وكان بياكل. سبحان الله العظيم، صلاش الفجر يوميا. يا جماعة الموت يأتي بغتة، الواحد يدخل لنا عليه. روح زور الناس اللي انت عارفها، زي هنا المقابر ده انا عارف اهلها، انا عارف ناس اللي دفنت هنا، انا مشيت في جنازات من اللي دفنت هنا، ناس من اخواننا الله يرحمهم، من اللي اشتغلوا في دعوة ليل نهار بكل عمرهم الله يرحمهم. سبحان الله العظيم، ده مات وده مات، بس ده مات على ايه وده مات على ايه؟ ده قابل ربنا على ايه؟ ده قابل ربنا على ايه؟ اوعى تفتكروا يا جماعه ان الموت
الموت ما يخوفش الصالح، الموت فرح بالنسبة للصالح. لما الواحد بيتدبر موت الصالحين ساعة الموت ربنا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تبدأ الأفراح من قبل ما يموت، من قبل ما يحتضر الملائكة نازلة بشره، والد لأخ من إخواننا في الدعوة الله اللي بيظهروا في القنوات الفضائية داعي من الدعاء، وزميلي في الدفعة، يعني زميلي زمايلي في الدفعة في نفس الكلية، والده الله يرحمه كان مات في حادثة، يعني والد زوجة يعني والدة صديق دوت داعية من الداعيات الكبار عندنا في المنصورة، ربنا يديها العمر والصحة يا رب، يعني ومتعنا بصحتها ودعوتها. يعني لما جوزها كان بيموت الله يرحمه كان شاب أيامها بقى، وصديقي ده كان طفل يعني يمكن رضيع وقتها، لما جوزها كان بيموت بتروح يبص في السماء ويقول السلام عليكم ورحمة الله، يبص الناحية الثانية السلام عليكم ورحمة الله، يبص الناحية الثالثة السلام عليكم ورحمة الله، كأنه بيسلم. تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، الملائكة بتنزل وبتبشر. طب وساعة الاحتضار بعد ما يموت زي النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، شوفوا أعلى جنازة ما هيبقى بيصلى عليها كم ألف. طب الراجل ده بيصلي عليه مليارات الملائكة في السماوات والأرض يا جماعة، الجنازة اللي في السماء مهيبة مهولة. طب وبعد كده لما بينزل القبر، القبر بيضم إخواني، القبر ده بيضمه، بس بيضمه ضمة الأم الحنية، ضمة الأم، لأن الأرض دي أمنا اللي فرحانة عودة ابنها ليها سالم غان ناجي، ويجي له واحد الله أعلم بيجي له من الأركان اللي احنا فيها ده إيه، ويقول له أتعرفني أنا عملك الصالح، أعملك أنا العمل الصالح، أنا صلاتك أنت مش فاكراني، أنا قيامي بالليل، أنا حجابك، أنا نقابك أنت مش فاكرني، أنا شغلك في الدعوة إلى الله، أنا جهدك في الدعوة إلى الله، كل كلمة اتكلمتها عن ربنا، أنا كل صفحة قرآن قريتها، أنا كل ختمة قرآن قريتها، ألا تعرفني؟ أنا عملك الصالح، أنا إنكارك للمنكر، أنا أمرك بالمعروف، أنا غضك للبصر، أنا تعففك عن الحرام، أنا عملك الصالح. تخيل ذلك الأنيس الصالح ليوم القيامة، ولما يجي يطلع بقى تخيلوا إذا القبور بعثرت، كل القبور دي بتعفر، والملائكة بتطلع البشر المليارات من تحت التراب، والناس بتطلع بتطلع بتطلع، وده لسه طالع من تحت التراب يا جماعة، لسه طالع وجاي يطلع، يلاقي الملائكة مستنياه زي إخوان اللي واقفين ده هم، وتتلقاهم الملائكة تتلقاهم، يعني لسه طالع الملائكة تتلقاهم، هذا يومكم، شايفين زي إخواني الوقت كده أما بيمدوا إيديهم، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم يا إخوانا، هذا يومكم، لما بقول للعريس دي ليلتك ده ليلة الفرح، هذا يومكم ده كلمة ليلة الفرح، ده كلمة يوم الفرح، ده واحد يوم فرح، وهذا يومكم الذي كنتم توعدون. في المكان اللي أنا فيه ده، المكان ده عبرة يا جماعة، المكان ده أكتر مكان الصالحين خدوا فيه قرارات، اوعوا يا جماعة انتوه، اوعوا يا جماعة ننسى، اوعوا يا جماعة ننسى المكان اللي احنا فيه ده، لازم نزور المقابر ولو مرة في الأسبوع. قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فضلت ملهي، فضلت مشغول لحد ما جيت هنا، لحد ما جيت هنا، لحد ما قلوبنا استيقظت هنا. ألهاكم التكاثر يعني ايه؟ عارفين طب ليلة الامتحان واحد يذاكر يذاكر، وفجأة سمع في التلفزيون جون، اول ما سمع جون ساب المذكرات اشوف الجون ده ايه، طلع يشوف الجون، الجون تعادل الفريق بتاعه بقت بلنتيات، اما اشوف البلنتيات البلنتيات خلصت، ده وقت اضافي ولا استقطاعي، بعد كده جايبين اغاني بعد المباراة، بعد كده دخل في مباراة تانية مصحاش غير على الامتحان، ما فقش غير على الامتحان. أهل ألهاكم التكاثر، اللي ضيعوا عمرهم، اللي ضيعوا عمرهم عشان يتكاثروا بره في حاجات مش هياخدوا معاهم اي حاجة منها هنا، حتى زرت المقابر لحد ما جيت هنا فوق، لحد ما جيت هنا استيقظت وقلبك استيقظ، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلم ايه، كلا كلا كلا. عارف لما يكون ابنك حبيبك ماشي ناحية شريط قطر فتقول له حاسب حاسب حاسب، ايه ده يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول كلا 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 حاسب، ضيع نفسك. عشان كده السورة اللي بعد سورة التكاثر سورة ايه؟ بعد سورة المجهود المهول اللي لها الناس على ربنا، ها قولي كده السورة اللي بعد سورة التكاثر ايه؟ ايوه سورة العصر. اشمعنى سورة العصر بعد سورة التكاثر؟ سورة العصر يا جماعة والعصر
ان الانسان لفي خسر. عارف لما يقول لك نتيجه المدرسه الفلانيه في الثانويه العامه لم ينجح احد الا الرقم الفلاني والفلاني والفلاني. كان صوره التكاثر صوره المجهود القاتل الخارق اللي ابن ادم بذله، صوره العصر صوره النتيجه واعلان النتيجه بعد المجهود ده، بعد كل المجهود ده يا رب لم ينجح احد، بعد كل المجهود ده يا رب ان الانسان لفي خسر، لان المجهود ده كان في غير طاعه ربنا، المجهود ده كان مجهود الغفله يا اخواني في الله. يا جماعه عايزين نستيقظ، يا جماعه عايزين نستيقظ، عايزين لما نيجي هنا نفكر في ايه، لما نقرب من هنا نبص لايه. انا عايزك تجيب كفنك، انا عايزك تزور قبرك من دلوقتي، انا عايزك تزور القبر اللي انت هتدفن فيه. روح زور القبر اللي انت لو مت النهارده هتدفن فيه. يا ترى القبر ده روح زوره كده، في واحد عملها بس عملها متاخر، يعني هارون الرشيد خليفة من الخلفاء العظماء اللي الأمة عزت في زمانه وليس كما يروى عنه من يعني أحاديث كذب. هارون الرشيد رحمه الله لما أتاه الموت فقال احملوني إلى قبري، احملوني إلى قبري وأنا لسه حي، عايز أشوف القبر اللي هدفن فيه. فحمل إلى قبره فنظر إليه فبكى وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. يا إخواني لو نزور القبر اللي هندفن فيه من الوقت ونبدأ نطبر فيه هتبقى حاجة تانية يا جماعة. أحد سألف عمل فكرة تانية خالص بقى، هو أنا مستني أن أنا أجي كل يوم للمقابر؟ أنا أجيب المقابر في البيت بتاعي، حفر قبر زي ده هو جوه البيت بتاعه، حفر قبر زي ده هو بيته وكان بيغطيه برضو بالغطية بتاعت القبور، ده غطاء القبر يا جماعة، ده الغطاء اللي بيتغطى بيه القبر، وكان يغطيه وينزل في القبر فيفزع من الموت، ثم يرفع الغطاء ويقول ها قد عدت فماذا أنت فاعل، ها قد عدت فماذا أنت فاعل. إخواني في الله ما هنا نيجي هنا نفتكر إيه في لحظة يا جماعة، لحظة القبض على كل إنسان هنا، لحظة القبض على كل واحد، لحظة كل واحد وسط بيته وولاده وعيلته وأحبابه ودنيته وأحلامه وطموحاته، وفجأة جت قوة من السماء في إيه مقبوض عليك، أنتوا مين؟ إليك من عند مين؟ من عند الله. عايزينك ليه؟ هنقبض روحك ليه؟ هنصعد بها إلى الله، هتتحاسب وهتتسأل. تخيلوا يا إخواني في الله اللحظة بتاعت القبض على الإنسان عشان هيجي هنا اللي إحنا بنسميها لحظة الاحتضار، لحظة ما بتحضر ملائكة الموت، لحظة الاحتضار يا جماعة. اللحظة دي يا ترى، اللحظة دي يا ترى الناس بتعمل فيها ايه؟ ربنا بيوصفها لك في القرآن بيقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. حتى إذا جاء، حتى فضل غافل حد، حتى إذا لليقين هيحصل هيجي، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. احدهم يعني لوحده، يعني الموت جاله لوحده، يعني الموت جاله وحيد، وجاء يعني الموت جه فجأة، الموت جه من غير استعداد، الموت جه من غير ما يستعد ليه. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب، الوقت بتقول يا رب، الوقت بتلجأ لربنا، الوقت بترفع ايدك لربنا، قال رب ارجعون لعلي اعمل. انا كنت بتكلم، انا كان ديني اماني واحلام، انا الوقت يا رب ديني هيبقى افعال، لكن امتى دينك هيبقى افعال؟ في لحظه الاحتضار يا اخواني. ربنا بيوصف لحظه الاحتضار بموقف رهيب رهيب في اخر سوره القيامه، بيقول كلا اذا بلغت التراقي. كلا دي يعني زي حاسب، زي احذر، زي ده ما ينفعش، زي اوعى تكمل كده، اوعى ده ما ينفعش، ما ينفعش تقابل ربنا كده. كلا اذا بلغت التراقي، التراقي العظمتين دول، الروح تبقى هنا، وقيل من راق، الملائكه في السماء بتقول اللي هيرقى بروحه ملائكه العذاب ولا ملائكه الرحمه، واهله في الارض بيقولوا مين اللي يجي ايه وينقذه من اللي هو فيه، اطلبوا له عربيه اسعاف. وقيل من راق، وقيل من راق دي بتوصف لك الانقلاب اللي بيحصل في الملائكه والانقلاب اللي بيحصل في البشر اللي حواليه. طب هو يا رب مشاعره ايه؟ طب هو يا رب الوقت بيعمل ايه؟ وظن انه الفراق، الفراق ده لحظه حبيب وحبيب بيودعوا بعض، ما حدش هيتقابلوا تاني، وهما بيفترقوا وقلوبهم الاثنين بتتقطع على فرقه بعض. ظن انه الفراق، بيبص لولاده ولمراته للشهادة اللي قعد نص عمره يحصل فيها، للبيت اللي قعد تلات ارباع شبابه يبني فيه، لمفاتيح العربية اللي شقى عمره عشان يجيبها ولسه مغيرها من سنتين. وظن انه الفراق، هيسيب كل ده لهنا، هيسيب كل ده مش رايح عقد عمل، هيسيب كل ده مش رايح يتفسح، هيسيب كل ده هنا للحفرة ده، هي للمكان ده هو،
وظن أن الفراق، والتفت الساق بالساق. منظر الحر الرهيب اللي هو فيها، يعمل ايه؟ لا عارف يطلع قدام ولا عارف يجي ورا. اخ الاخوه يعني ابوه يعني الله يرحمه كان الناس اللي المال عندهم يعني الله يرحمه، فبيقول لي انا شفت والدي جاي يعدي من على كوبري كده بعد ما مات، رجليه متلفه في بعضها، لا عارف يطلع ولا عارف يرجع. افتكرت قول الله والتفت ساقه بالساق الى ربك يومئذ المساق. هيساق الى هنا. وفي جنازتين، جنازه هتقول قدموني قدموني، هي شايفه اننا نعيم، شايفه اننا حماد الصاحب الصالح والعمل الصالح، القبر المفروش، وجنازه بتقول يا ويلها اين تذهبون بها. يا جماعه لما نيجي نفكر في ايه، لما نيجي هنا نفكر انا يا جماعه القبر ده انا نازله لوقت مزاجي وشويه وهطلع، هطلع من القبر ده اهو باذن الله ربنا اذن، ولكن يا اخوانا انا هيجي يوم ادخل القبر ده غصب عني، هدخل القبر. لسه اخونا الله يرحمه محمد زكريا لسه امبارح لسه رايحين نعز ابوه في استشهد في سوريا الله يرحمه، راجل بطل الله يرحمه والله حسبي ولا مزكي على الله احد، مات في لحظه. انت هتدخل هنا غصب عنك ومش هتخرج من هنا الا يوم القيامه. لازم افتكر يا جماعه، يعني انا ممكن دلوقتي في الموقف ده في يوم القيامه الواحد لما يموت يا انا المكان ده انا جيته، المكان ده انا تعبت عليه، المكان ده انا جايله وانا مستعد ليه، مش جايله لاول مره في حياتي. يا الواحد تدبر هنا، قلنا في القبر المقفول وقلنا في القبر المفتوح وقلنا في لحظه قفل القبر على الانسان انا ما اقدرش اعملها، يعني انا نفسي تحدثني بيها ان انا الوقت انزل هنا كده وجربوا كده انهم بيقفلوا القبر عليا واحساس ان انا هنا، انا ما اعرفش الواحد ممكن يحصل له ايه، انا ما اعرفش الانسان ممكن يفعل قد ايه ساعتها لو القبر ده اتقفل عليه كده. منظر يا جماعه القبر وهو بيتقفل، منظر طوبه ورا طوبه ورا طوبه لحد ما بتضلم كحله على اللي جوه، منظر رهيب يا اخواني. لو ملائكه الموت اتكلمت هتقول ايه؟ لو ملائكه الموت اللي كل شويه تيجي تقبض روح واحد ومفيش فايده، عارف منظر الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، تحس ان هو منظر طابور طويل واقف كده على الحفره دي كل شويه واحد بيبص في الحفره، التاني مش يبص قدام عشان يتدب هو كمان قاعد يبص يمين وشمال، طب بص قدامك لحد ما يجي دوره يتدب هو كمان، مش حد بيتعلم. لو ملائكه الموت يا جماعه سالناها هتقول هو ما حدش تعلم البشر، ما حدش بياخد عظه اللي قبله، ما حدش بيعتبر من اللي قبله، الناس كل واحد مصمم انه يبقى عبره لغيره ومش عايز يعتبر بغيره ليه. لو سالنا يا جماعه ملائكه الحساب يعني ايه ملائكه الحساب، يا اخواننا لو قاعد في اوضه ومستني اربعه هيجيبوا عليا من الزبات انا هيبقى حالتي شكلها ايه؟ طب انا قاعد في مكان ومستني ملائكه الموت ومستني ملائكه الحساب، طب الوضع في الساعه دي هيبقى شكله ايه؟ يا جماعه لو اتكلم الميت، لو الميت اللي هنا اتكلم، لو الميتين ده هم تصحوا يا ترى هيقولوا ايه؟ يا ترى بعد اللي شافوه اللي حسوه هيقولوا ايه؟ يا جماعه لو مش داعيه من الدعاه مين طلع المنبر ومسك الميكروفون وقال خطبه اليوم كفى بالموت واعظه؟ لو ميت من الميتين اللي هنا قام وطلع على المنبر وخطب، عارفين ان ده حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ذهب قوم من بني اسرائيل الى المقابر، شويه شباب كده ايه؟ جدعان رجاله مؤمنين عايزين يوصلوا لربنا، فقالوا تعالوا نزور المقابر صحبه، امال نستثمر الصحبه بتاعتنا في ايه؟ الصحبه بتاعتنا نستثمرها في كده، انت وصحبه تعالوا لينا زوروا المقابر، انت واخوانك تعالوا اقعدوا في المقابر ساعه واثنين، اسمعوا درس عن الموت في المقابر، اقرا كتاب عن الموت في المقابر، تدبر في المقابر، اقعد جنب قبرك، زور قبور الناس اللي كانوا غافلين انت عارفهم وماتوا فجاه، زور قبور الشباب اللي كانوا على المعصيه وماتوا فجاه، زور قبور الصالحين اللي ماتوا، زور وتدبر واتعظ وبص. لما النبي عليه الصلاه والسلام مات سيدنا علي بن ابي طالب ترك البيت بتاعه اللي كان على المسجد النبوي وجي سكن في بيت بيطل على مقابر البقيع، جي سكن قدام المقابر، جي سكن قدام القبور عشان يتعظ بالقبور، جه عاش قدام القبور. يا اخواني في الله ربنا بيوصف لحظه ان هي للانسان بيجي فيها هنا وبيقول فلولا اذا بلغت الحلقوم، فلولا اذا يقين بلغت وصلت خلاص مش الترقي هنا، حلقوم هنا، وانتم حينئذ تنظرون
كل واحد يبص هيعمل ايه يا جماعه؟ شفتوا منظر الموت قبل كده؟ شفت حد قريب مات قبل كده؟ وانت واقف تبص قلبك ده كانه جوه خلاط بيفمه، ولكن مش قادر تعمل حاجه، مش قادر تنطق. وانتم حينئذ تنظرون، انت بتبص نظر العاجل المقهور، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا اما انتم شايفين الجراحين بيعملوا عمليه للعيان والعيان بيموت، وملك الموت بياخد روحه من بين ايديه ومحدش شايفه ومحدش من الجراحين والممرضات شايفينه، ولكن لا تبصرون. فلولا ان كنتم غير مدينين، انت بتعيطي ترجعونها ان كنتم صادقين. بدل ما عيط وتعيطي، انتوا هتناموا نفس النومه، اجي على نفسك واستعد لهذه النومه. اما ان كان من المقربين فروح فيها فورا يا جماعه، القبور دي فيها روح وريحان وجنه نعيم في القبور ده ايه. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، هو بيبعت لك السلام يبقى هو عايش في سلام. واما ان كان من المكذبين الضالين فورا في القبور ده ايه، فنزل من حميم تصليه جحيم. ان هذا لهو حق اليقين، إن هذا لهو ايه حق اليقين، ان هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. ربنا انهى سورة الواقعة بمشهد النهاية، انهى سورة الواقعة بمشهد النهاية، نهاية الدنيا وبداية الدار الاخرة بمشهد القبور دي بيحصل فيها ايه. القبور دي مقامات، القبور دي درجات يا اخواني في الله. يعني انا الوقتي انا عايز اوصيكم بقى، انا عايز اوصيكم، احنا حتى النهاردة ركزنا فيها على معنيين، ركزتوا معايا ركزنا فيها على نقطتين. النقطة الأولانية تعالي خدي قرار هنا مع طبعا والدك أخوك، يعني تعالى خد قرار هنا. النبي عليه الصلاة والسلام سمح للنساء زيارة القبور، ولكن لعن زوارات القبور، يعني بيزورها كتير بقى واللي يروحوا ويقول لك لا 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 ده في حاجة تانية للعظة. تعال خد قرار هنا، تعالى خد القرار اللي الصالحين أخدوه هنا، تعالى اقف هنا لحد ما قلبك يتفتت على المكان اللي انت جاي له، وتاخد قرار ما عدتش هضيع عمري بعد كده، وتخرج من هنا انسان غير اللي دخل هنا. الحلقة الاولانية قلنا انك لازم تفصل، واكتر مكان تفصل فيه هنا. فلما فصل طالوت بالجنود افصل افصل وخد قرار انك انت من اهل الاخرة. البس كفنك من الان، هات كفنك واشتريه من الوقت، علف الدولاب كل شوية افتحه، كل شويه ابص عليه زي الكفن اللي كنا لابسينه العمره واللي بنلبسه في الحج. احنا بنقول يا رب احنا بنلبس كفننا من الوقت، احنا بقينا من اهل الاخره من الوقت يا رب، احنا بقينا من طلاب الاخره من الوقت. الموضوع الثاني اللي اتكلمنا فيه النهارده، لا تعطيني سمكا ولكن علمني كيف تطبخ. ما تكلمنيش عن مشاعرك لا تيجي هنا، كلمني انا لما اجي هنا ابص في ايه. تبص في القبر المفتوح وقلنا تفكر في ايه، وتفكر مع نفسك، بص في القبر المفتوح اللي لسه ما تقلش، بص في الجنازة اللي دخلت فجأة القبر بيتقفل عليها، بص في التراب اللي كان بني أدمين اللي ما بين المقابر وبعضها، بص في الكفن اللي بيكفن الميت. تخيل ملائكة الموت لو كلمتك هتقول ايه، تخيل ملائكة الحساب لو كلمتك هتقول ايه، تخيل الميتين دول لو ربنا احياهم الوقت اهو هيقولوا ايه. يا جماعة لو انا اتشال كده وميت من الميتين دول حي وقف قدام الكاميرا، متخيلين هيقول ايه؟ انت عارفه هيقول ايه وانت عارف هيقول ايه. ولكن احنا اللي بنتغفل عن الدار الاخره. تعال هنا وعيش، تعال هنا وعيش حياتك، وما تتخدعش بالمنظر ساكن اللي من بره. المنظر ما هوش كده يا اخواني في الله. التوصيات، اول حاجه حاول تجيب الكفن بتاعك، حاول تجيب الكفن بتاعك، حاول تفكر فيه كل شويه، حاول تلف نفسك فيه كل شويه. انا فاكر اول مره وانا في سنه اولى واول درس وعظ سمعته قلب لي كاني، دخلت اوضه قفلت عليا وطفيت النور ونزلت تحت شفونيره كده ودخلت ان انا قبر ودخلت ان انا بموت. كان اكتر دافع للالتزام وقتها فتن الجامعه الرهيبه هي الدقائق اللي قبل الموت، هي اللحظات اللي هيجي فيها رسل الله عشان ياخدوا روحك وينتقلوا بيك الى هنا. تخيل كده، هات كفنك. التوصيه الثانيه، زور قبرك من الوقت، زور القبر بتاعك من الوقت، زور قبرك من الان. التوصيه الثالثه، زور المقابر بقى حتى زرتم المقابر، انك انت لازم تيجي هنا. عشان كده يا اخي في الله احنا عملنا معسكر باذن الله سبحانه وتعالى لزياره القبور، والموضوع ده واحد بيهتم بيه. يعني في العمره بفضل الله كان تقريبا في المدينه المنوره، يعني تقريبا كل يوم بعد الفجر باذن الله بنطلع البقاع ونتدبر فيها. احنا هنا يا جماعه هنعمل معسكر ان شاء الله، ركز معايا بقى،
ركز معايا طبعا هيبقى للشباب يعني باذن الله تعالى. هنعمل معسكر تدبر في المقابر، معسكر تربوي، معسكر ايماني، من اجل ان احنا هنركز معظم شغلنا فيه على معنى التدبر في المقابر. المعسكر هي عندنا في المنصوره باذن الله سبحانه وتعالى. يعني المعسكر باذن الله اخواننا اللي هينسقوه اخواننا في منصيه العمل الاسلامي جزاهم الله خيرا، واخواننا اللي في مشروع احياء دور المسجد، مشروع عظيم جدا ربنا فتح بيه علينا في المنصوره، احياء دور كل مسجد في ال5000 واحد من العوام اللي ساكنين حواليه اللي احنا ما بنفكرش فيهم وما بنخاطبهمش، ازاي نطلع عليهم بيوتهم ونقول لهم تعالوا لنا اسمعوا حلول مشاكل دنيتكم بالدين في المسجد. المقصد اخواني ان ان شاء الله هننسق المعسكر. يعني المفروض يعني ايه المفروض ان باذن الله سبحانه وتعالى الخميس اللي جاي ده، الخميس اللي جاي ده، لا الخميس اللي بعده هو المعسكر. يعني انا مديكوا فرصة الوقت اكتر من 10 ايام عشان هذا المعسكر، مديك فرصة اكتر من 10 ايام تجهز وقتك. المعسكر هيبقى ان شاء الله من الخميس وهناخد الجمعة بإذن الله وجزء من السبت، يعني المجموع هيبقى حوالي يومين. المجموع هيبقى حوالي ايه يومين بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني نمشي السبت بدري باب إذن الله او بالنهار، المجموع هيبقى حوالي يومين بإذن الله. المعسكر ده هنركز فيه على المقبر، هنيجي هنا بقى في المقابر مع بعض بإذن الله ونتدبر في المقابر، وكل واحد يقعد لوحده شوية ويبدأ يفكر ويدخل في قبر مفتوح ويقعد فيه ويتدبر ويتفكر في القبور المقفولة ونتذاكر الموت مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى. هيبقى معسكر إيماني عن قضية زيارة القبور بإذن الله. المعسكر ده له أرقام إخواني اكتبوها على الشاشة بإذن الله، وأنا برضو بقولها لكم يا إخواني، يعني ركزوا معايا في رقم أقوله لكم، وهتلاقوهم برضو على صفحة الفيسبوك دكتور حازم شومان بالإنجليزي، بالإنجليزي هتلاقوه على صفحة الفيسبوك بإذن الله. ولكن خدوه من الآن 0 100 7 8 0 7 1 4 1، ده الرقم الاولاني. الرقم الاولاني هنقوله تاني باذن الله 0 100 7 8 0 7 1 4 1. في رقم تاني عشان يعني ايه يبقى في رقمين موجودين ان شاء الله، 0 12 2 8 1 6 8 3 3 4. نقوله تاني برضو يا إخواني 0 12 2 8 1 6 8 3 3 4. المرة الأخيرة بقى للرقم الأولاني 0 100 7 8 0 7 1 4 1. ده عشان معسكر ايماني باذن الله تعالى في التدبر في المقابر، مش الخميس ده عشان ما يبقاش ما بين الحلقه وما بين التدبر مثلا في المقابر او المعسكر 3 ايام يعني يبقى في حد مش قادر يجهز، لا هنخليه الاسبوع الجاي باذن الله، يعني الخميس والجمعه الجايين باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى معسكر تدبر في المقابر، نعيش مع بعض في المقابر بقى بالليل بقى نعيش مع قيام الليل باذن الله سبحانه وتعالى، يبقى في يعني جلسات صغيره كده في النص تعرف اخوي كده نحب بعض ونتعرف بعض عشان يبقى معرفه خير للعمر كله بقى باذن الله، مستقبل صناعه مستقبل للاخوه لما يتعرفوا على بعض. يعني جزء صغير افتح لي قلبك، ايه مشاكلك في الدين، ايه مشاكلك اللي مع الطلاق في الطريق الى الله، يعني ناخد بايدين بعض، ولكن التركيز الاساسي على المقابر باذن الله سبحانه وتعالى. نحاول نزورها بالنهار، نحاول نزورها بالليل باذن الله سبحانه وتعالى، نحاول نتدبر هنا في امر الاخره عشان نفوق يا جماعه، عشان نستيقظ يا جماعه. زي ما بقول لكم يعني احنا مش عايزين الدروس بتاعتنا يبقى انا بقول لك كلام ويلا وبعد كده بيني وبينك شاشه، لا احنا مع بعض وهنتقابل في الارض مع بعض وهنصحب بعض باذن الله سبحانه وتعالى، وناكل مع بعض ونروح مع بعض ونيجي المقبر مع بعض زي ما كنا في العمره التربويه كده باذن الله اللي هنتكلم عنها الاسبوع الجاي باذن الله، زي ما كنا في العمره التربويه مع اخوانكم نطلع غار حراء مع بعض ونروح قباء مع بعض ونروح البقيع مع بعض ونتدبر في القبور وفي خلق مع بعض. يا اخواني في الله مهم الدعاء الى الله مش ان هم ينعزلوا عن الناس ويكلموا الناس من وراء بيوت زجاجية، مهمة الدعاء يأكلوا الطعام في الأسواق. لازم ننزل للإخوة ولازم ننزل للشباب بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني أول الأسبوع ده بإذن الله هنبدأ ندوات الجامعات بإذن الله سبحانه وتعالى، هنبدأ من جامعة المنصورة، هننزل شباب في جامعة المنصورة وهنعمل لهم بإذن الله معسكرات شبابية، يعني يمكن بعد جمعتين إن شاء الله بإذن الله هيبقى في بعد الجمعة بقى بتاعت معسكر المقابر، معسكر شبابي للشباب اللي عايز يلتزم، للشباب اللي عايز حد ياخد بإيديه. إخواني في الله إحنا مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى، وده منهج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وده منهج الأنبياء، وده المنهج اللي إحنا لازم نمشي عليه ولازم نسير عليه. منظومة الفشل اللي في حياة كثير من
الملتزمين جوه الجامع ناجح انه يبكي، بره الجامع فاشل انه يعيش بالدين. لازم نتعلم ازاي نعيش بالدين، لازم نتعلم ازاي نبقى اصحاب رساله، لازم نتعلم يعني ايه وجهت وجهي، ازاي نوحد وجهتنا على الله، لازم نتعلم يعني ايه فلما فصل طالوت بالجنود، يعني لازم نفصل، يعني لازم نفصل لدين ربنا، يعني ايه لازم نفصل لطريق ربنا، يعني ايه لازم ناخد قرار ان طريق ربنا هو طريقنا. انتوا لازم تتبنوا، انتوا لازم تكبروا، انتوا مهمين، انت مهم قوي، انت مهم قوي، انتوا ثروتنا، انتوا مستقبلنا، انتوا اللي لو تربيتوا الوقت بكره هتشيلوا الاسلام في الارض، ولو نمتوا الوقت احنا بنضيع ان الاسلام يقوم على ايدينا. يا جماعه انتوا ثرواتنا يا شباب، انتوا ثرواتنا يا بنات، انتوا كنوزنا، انتوا الابطال اللي هتشيلوا الدين في الارض باذن الله. عشان كده انتوا اللي تستحقوا ان الدعاء يعيشوا عشانكم، انتوا اللي تستحقوا ان الدعاء يبذلوا اقصى مجهود عشان ياخدوا بايديكم تعدوا في الطريق الى الله من غير ما تتعذبوا ولا تتعطلوا ولا تتوهوا ولا تنتكسوا ولا تحولوا. اخواني في الله احنا مع بعض باذن الله في البرنامج ده دايما مع بعض بندي خط سير في الطريق الى الله عشان نوصل لربنا. المعسكر باذن الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا، اللي عايز تفاصيل اكتر يتصل بالرقمين اللي احنا قلناهم او يدخل على صفحه الفيسبوك باذن الله سبحانه وتعالى عشان يعرف تفاصيل عن المعسكر. انا عايزكم ترفعوا ايدكم معايا، عايزين ندعي ربنا من قلوبنا. انا عايز وانا في القبر دهوت ادعي ربنا دعاء اللي هينزل هنا ومش عارف يعني بيرجو من الله ان ربنا يرحمه. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه هؤلاء الموتى يا رب. اللهم ارحمنا اذا دفنا كما دفن هؤلاء الموتى يا رب. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا اذا جاء على اجسادنا الدود. اللهم ارحمنا اذا خيم الظلام على القبور. اللهم ارحمنا اذا تركنا الاهل والاحباب يا رب. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى هذه القبور فرادى يا رب. اللهم ارحمنا الان وارحمنا وقتها وارحمنا بعدها يا رب. اللهم املأ قلوبنا نورا واملأ قبورنا نورا وافسح لنا في قبورنا مد ابصارنا. اللهم انسنا في غربتنا، اللهم انسنا في غربتنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم ارزقنا شهادة عند الموت، اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نأتي إلى هذه القبور، اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم لا تعذبنا، اللهم ننجنا من فتنة القبور، اللهم ننجنا من عذاب القبور، اللهم ننجنا من أهوال القبور، اللهم نجنا من ظلام القبور، اللهم نجنا من نار القبور، اللهم نجنا من سجن القبور، اللهم نجنا يا رب، اللهم اعف عنا، اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب. اللهم إنا تبنا إليك، اللهم إنا نعاهدك، اللهم إنا نعاهدك، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعاهدناك يا الله على ألا نعود إلى المعاصي أبدا، وعاهدناك يا الله على ألا نعود إلى المعاصي أبدا. اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا ما مضي من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمارنا. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم تب علينا الآن، اللهم تب علينا الآن، اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم أضئ قلوبنا، اللهم زك نفوسنا، اللهم أنر صدورنا، اللهم قو في رضاك عزائمنا، اللهم أقمنا على مرادك منا يا رب. دعوناك دعاء المستغيث المستجير، دعوناك دعاء الخائف الضرير، لا أمل لنا إلا في رحمتك.
لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نضل وأنت هادينا، لا نضيع وأنت مولانا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.